مرحبا بكم عندي بالقناة. مرة ندير الكاطو نتاع مرة هذا النهار هنايا درت 300 غرام تاع الزبدة ومعلقة واحدة نتاع لافاني ساشي تاع لافاني خلطتهم مزيان مزيان وغادي ندير حبة نتاع البيض معلقة نتاع السكر كلاص معلقة كبيرة نتاع السكر فوالا نخلطو مليح مليح واحد جوج معالق تاع الماء الزهر او ثلاثه تاع المعالق تاع الماء الزهر على حسب الذوق ديالكم يبغي يولي ما يبغيش ما يديرهاش بغيتكم تحطوا هكا بلا بات لا نولي معكم ان شاء الله والفرينه ديروها بدريش انا تخلطوا غير بشويه وعينكم وما مزالكم شوها غير بشويه حتى تشوفوا العجينه ولات مجمع لكم انا عندي الفرينه غربلتها وعدت سديرها على خاطر علاش باش تجيني ساهله باش نفرق انا هذه غير نوري لكم انا عندي لي كوموند بزاف الخدمه لي كوموند بزاف فالور انا غير نوري لكم الطريقه نقولي معكم الشحال جينا تاع التمر ديالنا التمر ديالنا ها هو دايره فيه الماء الزهر والزبده ولا وقفه هنايا هنايا عندي راني ختمت ديجا وهنا راني نقشو هلا غادي تشوفوني نقشو هو هنايا كنقشو غادي تولي معايا كي نكملو ان شاء الله السلام عليكم فوالا عندي هنايا التمر عندي هنايا التمر درت فيه الماء الزهر ودرت فيه القرفه وهنايا درت 400 غرام تاع الزبده ودرت فيها لافاني والعجينه ديالو ها هو ولنا فوالا الحلوه ديالنا نتاع العيد لا كوموند اللي عندي انا راني نوري لكم غير شويه انا عندي لا كوموند بزاف عندي ما شاء الله علينا ها هو النقش ديالو ومرحبا بكم معايا في الفيديو هلا هلا هكا 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 سمحوا لي لا نمشي في الساعة غادي تتبعوني كي يطيب ان شاء الله الحلوه ديالنا نتاع العيد غادي نوريها لكم ان شاء الله على هذا معايا الكاطو اللي كنت ندير معكم غادي نديرو بالفرن ان شاء الله وكي يطيب ويوجد نوريه لكم ان شاء الله الحلوه نتاع العيد ديالنا لي كوموند اللي عندنا ولا بغيتو تشوفو البيع الكيلو غادي نقول لكم شحال الكيلو اللي بغا يديرها ساهل وماهل
حنايا حنا طيبناه وجدناه ونوريه لكم طيب، وكين نديرو السكر كلاصي نوريه لكم ان شاء الله. هنايا هذا عندي كاطو واحد اخر، هنايا درت ساشي نتاع لاباني، واحد الخمارة نتاع الكاطو، وراو جوج معالق نتاع الزبدة معمرين مزيان مزيان، وكاس نتاع الزيت نتاع العنبة، وحبة بيض، وربعة نتاع المعالق نتاع السكر. وغادي تتابعوني في التالي ديالو اسم غادي نخدمه. السلام عليكم. ولا هذه هي نتاع قريبيه نتاع درت فيها لافاني نتاع البنان، وغادي نلمدها من بعد كي تشوفوني نحطها في البلاطو وتبعوني، وغادي كي نكمل ان شاء الله نوريكم الطريقه ديالها. القريبيه ديالنا من الكحل نتاع البنان، وغادي نوريلكم الطريقه ديالها كي نكون فندها ان شاء الله. والحاجه اللي تعجبكم واللي بغيتوها تاع الحلوه المعلكه ولا اللي بغيتو ملوزه ولا اللي بغيتو قولوها لي. فوالا غادي ندير لكم كوموندا هكا، وديروا جيم بارطاجيو كي تكملوا ان شاء الله. شكرا. الغريبيه ديالنا من نكهه تاع البنان واجده، وهنايا راه هنايا دايراها بالقطايب، غادي نديرهم يتحمروا، وغادي تشوفوني كيفاش غادي نخدمهم ان شاء الله معكم. هذه قريبيه درتها بالنكهه تاع البنان والفرماج، اوكي طيب ان شاء الله. غادي نولي معكم ونوريكم الطريقه. ربعه تاع المعالق نتاع هنا نديرو في الشيكولا بلون ولا الشيكولا البيضاء الشكلاط، وهنا نديرهم في القطايف. بيستاش مشماش ومرقوق، كاع الحاجة جافة عندي هنا، الكرموس كامل كامل كامل. غنديرو حرابل حرابل، وغادي ندفعو في الفول، وتابعوني من يوجد ان شاء الله. فوالا السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. فوالا الكاطو ديالنا كوموند، هذا بالبرميسل هو كوكو واللوز، هذا بالتمر واللوز، هذا بالزبيب والقرقاع والبيستاش، هذا بالكيلوكس والمشماش والبرقوق، هذا بروة تاع اللوز، ونزيد البيضة مع الحلوة نحطهم فيه. ومرحبا بكم، وهو شاطكم مبروكة، صحة ولهنا، عيدو وتعاودو إن شاء الله يا ربي، والعقبة عام بالعام الجاي إن شاء الله. ونقولكم ديرو جيم وبارطاجيو.